أهلا بحضراتكم، ما زلنا معكم والفترة المفتوحة على قناة النيل الثقافية، ويسعدنا أن نلتقي عازف وفنان وملحن وأيضا دارس للموسيقى العربية. الحقيقة أن الموسيقى هي اللغة العالمية التي تصلح للتواصل بين كل البشر باختلاف أجناسهم وباختلاف ثقافاتهم، وهناك الكثير فيها مما يوحد أرواح البشر. ولعلنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هو شهر تعلو فيه الروحانيات، نكون موفقين باستضافة الدكتور ناجي نجيب. برحب بحضرتك أهلا بيك. وسعداء بوجودك معنا في قناة النيل الثقافية والفترة المفتوحة. سي شرفني. قصتك مع الموسيقى فيها علامات استفهام، لأنك طبيب ودرست الكيمياء الحيوية، فما هي العلاقة وكيف تأتى ذلك؟ طبعا قبل ما أدرس بكتير كانت الموهبة الغناء، يمكن تعليم العزف جه متأخر شوية بسبب الظروف، اني كنت متواجد في بلاد يعني ما كانش ممكن ادرس الموسيقى. لما دخلت الجامعة كنت مطرب الجامعة وكنت ملحن الجامعة، وبعد كده اتشغلت شوية بقى لما اتخرجت، و لحد ما جيت اخد الدكتوراه دخلت معهد الموسيقى العربية. انا ما دخلتش معهد الموسيقى العربية علشان اتعلم العزف، لان انا كنت اوريدي اتعلمت العزف وعلمت نفسي، اتعلمت العود، بس دخلت معهد الموسيقى العربية علشان اعرف اقرا نوتة، اعرف مقامات. كان في مادة تذوق موسيقي، كانت مادة جميلة جدا في المعهد، حضرتك اتخرجت سنة كام؟ حاجة و90. نعم، الكيمياء الحيوية قبلها. لا طبعا انا واخد الدكتوراه سنة 95، انما العمل طبعا منفصل خالص عن الهواية دي، أكيد. يعني العمل اساسي. حتى لما بيبقى في فعاليات مثلا بدري شوية الساعة 5 ولا 6 ولا حاجة بعد الظهر بعتذر عنها، يعني ما بروحش الفعاليات غير متأخر شوية بعد الساعة 9 أكون خلصت شغلي في المعمل. عشان توازن لا ما بين طبعا ده العملين. حاجة يعني أساسي، عملي هو الأساس. لكن ما فيش أي علاقة ما بين المجالين، أليس كذلك؟ يعني ما بتجدش أي حاجة مشتركة في ال... لا لو عايزين نجد حاجة مشتركة هنجد. أيوه نعم هما الاتنين علم طبعا، طبعا طبعا، يعني موسيقى علم التحاليل أيضا الطبية وفن. علم والموسيقى علم، و علشان يبقى دكتور تحاليل شاطر لازم يشتغل بمزاج، صحيح. ما ينفعش قدامه عينات كده يقلب ده على ده ويخلص ويجري علشان يروح مكان تاني يخلص الشغل بتاعه، لازم يشتغل بمزاجه وبتناغم، حتى علشان المريض يثق فيه لازم يكون عنده السنس الفني ده. جميل. انت حقيقة بتلحن، يعني ليك ألحانك الخاصة وبتعزف ألحان الآخرين أيضا بالظبط. وبتغني. بالظبط. طيب هتسمعنا حاجة من ألحانك مثلا مع غناء تقول لنا عليها؟ أول حاجة من الألحان الأول في حاجة بتقول أنا يا مصر دايب دوب، من كلمات الشاعر خالد النشقاطي وألحاني. ومن في العشق بيسميك
وانا يا مصر دايب دوب حبيبتي وساكنة في دمي وعشقك في الهوى مكتوب مين في العشق بيسمي وانا يا مصر دايب دوب حبيبتي وساكنة في دمي وعشقك في الهوى مكتوب ومهما بعد ومهما عنيد قلوب تنسى وتقسى قلوب ونرجع نترمي في حضنك يا مصر يا جنة المحبوب كلمات لمن؟ شاعر خالد النشقاطي. جميل جميل. لا بس حاجة رائعة وجميلة. أنت بتشارك في حفلات دار الأوبرا مثلا؟ ساعات لما بيبقى في زميل أو زميلة عندهم حفلة يدعوني ممكن أشارك بالعزف أو بالغناء أو ممكن بلحن. ليه ما كونتش فرقة موسيقية؟ يعني عندك الملكات والإمكانية لده؟ الشغل طبعا انا شغلي الاساسي، انما الموسيقى هوايه. هوايه ما بتتكسبش منها؟ لا طبعا. ممكن الواحد يصرف عليها انما ما يتكسبش. طيب بما انك يعني استاذ في الكيمياء الحيويه فلابد وان نسالك عن رايك في ظاهره او جائحه الكورونا بالتحديد. كده نسيب الوقت شويه بقى. شويه ونرجع له على طول. شوف حضرتك، احنا الحقيقه في مشكله. احنا في مشكله كبيره ما بين ان احنا عايزين نحد من الانتشار السريع للفيروس وما بين ان احنا عايزين نفتح شويه لان في ناس ما عندهمش دخل خالص. صحيح. الا الحاجات اللي هي المقفوله، في اماكن كتيره مقفوله. طب الناس هتعمل ايه؟ فيعني الله يكون في عون صاحب القرار. لكن اللي نقدر نعمله ان احنا نحاول نحد من انتشار الفيروس. اللي ما عندوش حاجه مهمه ما ينزلش. صحيح. يعني احنا لازم هنغير اسلوبنا في الحياه، لازم يبقى في التزام اكتر. طبعا اللي ما عندوش حاجة ما ينزلش. دي أهم حاجة. اللي هيضطر ينزل هيضطر يركب مواصلات. صحيح. طبعا معظم الشعب بيركب مواصلات. صحيح. هيضطر يركب مواصلات، هيتواجد في أماكن مزدحمة. لازم الماسك طبعا. لما بيرجع او كل شويه وهو بره، حتى لو في امكانيه يغسل ايديه ميه وصابون. صحيح. لما بيرجع البيت طبعا بيغسل ايديه على طول. والبعد بقى، يعني هنبطل بقى السلامات ونبطل. صحيح. وبالمناسبه كنت كاتب انا حاجه، نزلت مره بالنهار لقيت الدنيا زحمه جدا يعني. فكتبت حاجة صغيرة كده. لا والله ملحنة يعني؟ لا أنا يعني شعر. أنا ليا ديوان مطبوع في هيئة الكتاب كمان يعني. جميل. ديوان غنائي. جميل. طب نسمع. فقلت الشوارع تشغي ناس كله زانق راس في راس، ده بيحضن وده باس والطناش معرفش ليه،
حظر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحظر ايه؟ يعني تقعد جوه بيتك حتى ما تنزلش غيطك، نعم تحمي بلدك، تحمي اهلك، وما ترجعش نعم تقول يا ريتك. نعم نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود لمواصلة هذا الحوار مع الدكتور ناجي ناجي.